أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا التالية مع الأدب والشعر. دائما للأدب له حصة برحلاتنا الصباحية، ومعنا اليوم الشاعر والمترجم علي جابر لنحكي العراقي طبعا، لنحكي عن تجربته الشعرية والأدبية بصباحنا غير. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، ويعني تحية من خلالك طبعا لأهلنا بالعراق الشقيق، وكل الترحيب فيك وبكل أهلنا بالعراق. أهلا وسهلا فيك بالبداية. أهلا فيكم، أسعد الله صباحكم الجميل. يسعد صباحك. صباح هشام الجميل. يسعد. رح نبلش معك هيك من البنفسج، يعني البنفسج هو يمكن بداية الأعمال وأهم الأعمال، ما بعرف إذا هو أيضا الأحب لقلبك. يعني دواوين كتير، همس البنفسج، روز البنفسج، وترانيم البنفسج، له حصة كبيرة واضح بأعمالك، نبلش نحكي عنه. أكيد البنفسج هذا الاسم الكبير الذي اخترته أنا ورافقني ما يقارب 45 عام طبعا، ليست وليد اليوم واللحظة وليد هذه النتاجات أو الفعاليات، هذا الاسم رافقني من سنين طويلة. أنا هذا اللون يعني منذ صبايا أحسست أنه في شيء يعني يربطني، أو كما يقال إنه في شيء قريب مني إلى حد ما، فصرت أعشقه من أنا يعني لسه في ريعان الشباب، وصرت أحب كل شيء يعني بنفسجي، أختار ألواني يعني بدقة، سواء كانت فرشة الأسنان أو الشعر أو كذا، حتى القدح الأمور هذه، فصرت أنا أختار هذه الألوان حقيقة، حتى بعض الأثاث في بيتي. وبيقولوا كمان إنه هو بيعطي قدرة على صفاء الذهن والقوة، وبينمي اللي هي يمكن أقصى شيء بطاقة الإنسان اللي هي تطوير الذات. بالضبط. وأيضا هو طبعا لون جميل ومحبب للجميع، يعني محبين الألوان جميعا هم يحبون اللون البنفسجي بخصائصه الكثيرة، أولا جماليته وهدوءه، ويقال إنه أصحاب أو ذواقين أو محبي هذا اللون يمتازون بالهدوء وكذا، وهكذا يعني أصبح هذا اللون مرافق إلى علي البنفسج طبعا، حتى أنا معروف فيه في الوطن العربي. صحيح. بهذا الاسم. تفضل. طيب أستاذ علي، خلينا نحكي بما أنه للبنفسج له حصة كبيرة خلال رحلتك الأدبية، وعم تحكي يمكن بعلاقة جميلة فيها محبة كتير كبيرة منذ الطفولة للبنفسج، خلينا نحكي عن مهرجان البنفسج اللي تم إطلاقه للسنة التالية على التوالي، نعرف الناس أكثر الهدف منه، ماذا يتضمن هيدا المهرجان؟ طبعا المهرجان البنفسج اللي عملناه في رحاب الياسمين 2 لسنة 2023 اللي أقمناه حقيقة يوم 4/6 في دمشق في المركز الثقافي العربي في كفر سوسة، ومن خلالكم أوجه الشكر إلى القائمين على المركز الثقافي العربي السيدة إيزا ومدير ثقافة دمشق، اتاحت هذه الفرصة أن نقوم بهذا المهرجان وبهذه الفعالية. كان حقيقة مهرجان اتسم بالنشاط والحيوية والنجاح الكبير الباهر من خلال الحضور والشخصيات التي حضرت إلى هذا المهرجان، وذلك بشهادة الجميع، وكان أيضا حضور إعلامي مميز. وهذا المهرجان كان هو للسنة الثالثة وليس الثانية، لأن نحن تأسست هذه المجلة، مجلة البنفسج، هنا في الشام. أعلنت أنا تأسيسها سنة 21 في الشام في طرطوس مع ملتقى البيادر، أعلنت تأسيسها، وأقمنا الحفل السنة الأولى أيضا السنة الماضية في دمشق. نحكي عن مجلة البنفسج. أقمنا في دمشق في مركز ثقافي العراقي في دمشق، احتفلنا في العام الأول، وفي هذا العام الثاني احتفلنا أيضا في دمشق في كفر سوسة، وحقيقة أغلب كادر المجلة هيئة التحرير وإدارة، وأغلب الكتاب أيضا هم من القطر السوري الشقيق أخوتنا، لذلك أثرنا على أنفسنا أن يكون لنا حضور دائما في هذا البلد، لنعطي لهؤلاء الجيش البنفسج، أنا أعتبرهم جيش البنفسج كما يقال جيش الأبيض و الجيوش هذه المقاتلة، فأيضا هذا لكن جيش الجيش من نوع آخر، يعني من المحبة واللطف وكلهم جميلين طبعا. صحيح. أكيد أكيد. طيب خلينا نحكي كمان أنشطة ثقافية شاركتوا فيها ضمن جولتكم بالمحافظات السورية، ضمنت السويداء واللاذقية، خلينا نحكي عن أهم هاي الأنشطة الثقافية اللي أيضا نشرتوا فيها هاي الحالة الحلوة من الشعر والثقافة، واللي طبعا امتزجت بين سوريا والعراق وكل المحافظات السورية. تمام. طبعا أنا عندي في محافظات السورية كما عندي أيضا في الدول العربية الأخرى مدراء مكاتب
فمن ضمن مدراء المكاتب عندنا في السويداء واللاذقية وطرطوس وكذلك عندي بسلمية وعندي بحلب ومحافظات أخرى لربما لا تحضرني ذكرها. فعندي قاعدة تقريبا لا بأس فيها في السويداء فطلبوا مني مشكورين هذا أنا أعتبره هو كرم يعني وفضل منهم أنه يطلبوا مني أنا أقيم عندهم شيء ما أو فعالية ما فطلبوا أن يكون لنا فعالية أو نشاط في السويداء للمجلة لكون كتاب من السويداء تضم هذه المجلة لو تصفحتيها ترين أنه الكثير منهم فذهبنا إلى السويداء بمعية كان معي فريق ما يقارب 10 أشخاص أدباء وفنانين ومحررين وأقبنا الفعالية والحمد لله كرمنا فيها شخصيات ثقافية وأدبية وفنية وإعلامية هناك ونحمد الله على هذا الجهد الطيب الذي أكيد أقمناه. أكيد أتمنى لك المزيد من النجاحات. خلينا نحكي لما تقول عندنا قاعدة شعبية إن كان في السويداء وفي سوريا والمحافظات السورية تفاعل الناس قديش بيعني لك يمكن اليوم والتفاعل يمكن هو بيكون هدف لإلك للمزيد من النجاحات في مجال الأدب يعني التخاطر معهم التواصل معهم قديش حتى يمكن بيغني مسيرتك الأدبية لتعرف يمكن خبايا الناس اليوم كيف ممكن تخاطبهم من خلال الشعر. تمام. طبعا التفاعل أنا لمسته ليست وليدة اللحظة لما أنا أتيت أقمت المهرجان فأحسست أنه في تفاعل لا بالعكس أنا منذ اللحظة الأولى التي أصدرت فيها المجلة وكلمت هيئة التحرير وهم طبعا شعراء مثقفين يعني ناس لهم باع أيضا فرسان منصة يعني ما هم صحيح. ناس بسطاء فكلمتهم كان ترحاب وحبذوا الفكرة وحسست أنه باندفاعهم نحو هذا المشروع وهذه المؤسسة الإعلامية وأخذنا على عاتقنا أنه ننجز هذا العمل بما وصلنا إليه من نجاح يعني حقيقة أنا أعتبره نجاح خلال عامان يعني نجاح كبير أكيد. ليس بالسهل يعني توصل إلى هذه المرحلة فأكيد تفاعل كان قوي وأيضا مثابرة قوية من قبل الجميع طبعا معنا ونحن نعمل كيد واحد وكفريق واحد لم يتحدث أحدا في يوم ما يقول أنا هذه الأنا أنا حقيقة يعني مع زملائي أشاركهم فيها أنه ممنوع كلمة الأنا الجميع يتحدث حينما يقول نحن لا يقول أنا يقول أكيد. البنفسج مجلتك لا أقول أنا يعني لحد هذه اللحظة أنا لا أقول واحدة. أنا أقول صحيح. نحن لأن نحن فريق أنا لم أعمل شيء لولا هؤلاء لولا هذا الفريق البنفسج أو جيش البنفسج فكلنا كنا شركاء وهم ما شاء الله عليهم أبدعوا في كل أكيد ما. ونحن سعيدين اليوم أنه كنا عم نشاركك هاي التجربة سعيدين بجيش البنفسج مثل ما سميته ونتمنى لكم التوفيق بكل المحطات القادمة وبنرجع بنوجه من خلالك التحية لكل أهلنا بالعراق وشكرا لوجودك معنا. الله يخليك شكرا جزيلا بس لملاحظة ربما ثواني لدي هذا اللي هي موسوعة البنفسج لم نتكلم عنها بعد إذنك هذا الكتاب هذا العام احنا أصدرنا هذه الموسوعة موسوعة البنفسج تضم 33 شخصية دولية من الوطن العربي وكذلك العالم يعني الدولية من الطبيب إلى مهندس إلى فلكي إلى فنان إعلامي مصور كذا حتى بطلة ألعاب قوى فضم هذا الموسوعة وكان أصداره وزعناه مع تكريم للشخصيات اللي موجودة فيه في مركز ثقافي كفر سوسة في دمشق ولاقى نجاحا باهرا وبحضور كريم شهده القاسي والداني أكيد. وأنا أشكركم جزيل الشكر لهذه الإضافة الاستضافة وشكرا للكادر الطيب الذي كان معنا ومن بغداد لكم ألف تحية وسلام. أكيد تحية لإلك ولكل أهالي العراق وإن شاء الله يا رب بنشوف عم تحقق نجاحات كبرى للبنفسج المنتشر على جميع أنحاء الوطن العربي بالمستقبل. شكرا كثير إلك. أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك.